الجرامر بتاعه النهارده هيبدا فيه كان والنفي بتاعها. احنا خدنا قبل كده الافعال المساعده اللي هي الهيلبنج فيربس اللي هي الان والاس والار والهاف والهاف، وقلنا كده كلمه صغيره معاكم معاهم الكان دي كلها افعال مساعده. نفيها بيبقى ايه؟ بنحط النط بعد الام والاس والار والهاف والهاف ومعاهم الكان. طب تيجي كده نجرب، ادي الكان اهي، نفيها يبقى ايه؟ كان. النيجاتيف بتاعها كان، هنحط سي اي ان. ادي النقطة تاني ان او دي لا، علشان نختصر الموضوع هنكتب ابوستروف تي بس، ان موجوده هنكتب ابوستروف تي. يبقى يستطيع كان، لا يستطيع كان. يبقى انا كده عملت نيجاتيف. فاكرين الهاف؟ الهاف لما كنا بنعمل النيجاتيف بتاعها كنا بنعمله ازاي؟ كنا بنحط النقطة برضو، ادي الهاف اهي ونحط لها النقطة ان ابوستروف تي او ان او دي، الاثنين صح. طب نيجي كده عند الار، اهي الار اهي، لما كنا بنعمل لها نيجاتيف كنا بنقول ار نوت ارنت، يبقى كان. النيجاتيف بتاعها كانت، هي هابت ار ارنت. موضوع سهل. طب تيجي نجرب كده المثال بتاعنا، اي كان سي اسي، يعني انا استطيع ارى البحر، وبين قوسين عاوز النيجاتيف. النيجاتيف بتاعنا يعني الحاجه اللي ايه؟ بين قوسين كده اللي عاوزني اعملها. طب نقرا كده النيجاتيف، النيجاتيف ايه؟ شحاته، عاوزه شرطه تحت الامر الاس والار والهاف والهز ومعاهم الكان. احط شرطه تحت الار؟ لا. تحت السي؟ لا. تحت السي بحر؟ لا. امال تحت الايه؟ تحت الافعال المساعده، امر الاس والار والهاف والهز ومعاهم الكان، واحط فيها نوت اهي، وانزل الجمله من اولها زي ما هي، وما ننساش النوت تنط بعد الامر الاس والار والهاف والهز ومعاهم الكان. اهي نزلت اهي الكان، حطينا بعديها النوت. نحط النقطة هنا؟ لا، بعديها بعد الأم والإز والأر والهاف والهز ومعاهم الكان. لنا الجملة كده بعد ما قلناها I can see a sea، يعني أنا لا أستطيع. إيه ده؟ هي كانت يعني لا يستطيع؟ يبقى كان يستطيع، كانت لا يستطيع. فنفيها يعني نحطها؟ لا، أنا لا أستطيع أن أرى البحر. إنت النهاردة كويشن معانا، نكمل كويشن، خدنا النيجاتيف وقت كويشن. كويشن يعني سؤال. طب امتى يا مسمار ونعمل ايه؟ سؤال لما نلاقي ايه؟ كان في اول الجمله وحرف كابيتال يبقى سؤال، وبمعنى هل. تاني لقينا الان او الاز او الار او الهاف او الهاف ومعاهم الكان في اول الجمله وبحرف كابيتال يبقى سؤال وبمعنى هل، ونطلع له شجره يس واي يس وشجره نو، يعني هنجاوب ايوه يس او لا نو. تاني الكان في اول الجمله حرف كتب يبقى سؤال بمعنى هل، هشد شرطه واكتب هل واطلع شجرة يس واي اس وشجرة نو. ونقرا الجملة بقى علشان هنجاوب يس ولا نو على اساس ايه؟ لما نقرا الجملة، كان يو سي ا روكيت، هل تستطيع ان ترى الروكيت؟ اذا هي كانت السؤال معناها هل تستطيع؟ اسمها هل تستطيع ان ترى الروكيت، يعني ايه روكيت؟ صاروخ. طب نيجي نبص على الصورة، عندي صورة كار عربية، هي دي روكيت ولا كار؟ كار، يبقى هنجاوب بنو. طب نوت تكتب ازاي؟ ادي الان هي كابيتال، 8 نطلع منها واحد، نعمل او، نعمل كوم، نعمل مقص، تيجي نعد يلا مع بعض، نعد من هنا؟ لا، من اول الكلمه، واحد، اثنين، نعمل مقص، يلا، اليو هتنزل ايه؟ الثانيه هتبقى الاولى، الثانيه هتبقى الاولى، عندها يو في السؤال تنزل ايه؟ اي في الاجابه، اليو ما بترضاش تنزل تقعد تعيط، اضربها تنزل تقول اه، يبقى انت يو في السؤال تنزل اي في الاجابه. وانزل الجملة التانية اهي كان، ما ينساش كتبت انه بره، ما انساش النط جوه، اكتب نط ان قلنا اوتي، لا عندنا الان موجود اللي بتبقى ابوستروف تي. طب ايه اللي ما كتبتوش في الكلمة؟ في الجملة سي اروكت، ننزلها وننزل اخر اللي ما كتبتوش بقى في الاخر، سي اروكت. طيب دي جملة يبقى اخرها ايه؟ فول ستوب نط. تاني كان في السؤال بمعنى هل، وجاوب عليها باي ويس او لا نو، واطلع اطلع اطلع اعمل المقص ما بين الكلمه الاولى والثانيه وبس، والمقص بين خطوتهم، هينزل الثانيه الاولى والاولى هتبقى الثانيه، وانزل باقي الجمله، كتبت النو بره ما انساش النط جوه، وانت يو في السؤال تنزل اي في الاجابه. طيب لما نيجي نعمل سؤال بقى سهله جدا، عندنا يس بشرب على يس والكوما والنقطه، تاني بشرب على ثلاث حاجات، لما بقول اسك اسال اعمل سؤال، او يو يو اس تي كويتشن سؤال، بشرب على يس والكوما والنقطه اللي في الاخر، وادور على الفعل المساعد. احنا قلنا عندنا كام فعل مساعد لحد دلوقتي؟ ست، الاي
الاز والار والهاف والهاز ومعاهم الكان المهم الثاني كده وادور على فعل المساعد كنت شكله ايه تدخل تدور على فعل المساعد طيب اول ما تلاقيه تعمل عليه طبق وسيب الفعل المساعد هياكل جوه الطبق ياكل ويكبر وينزل في اول الجمله وبحرف كابيتال عشان يبقى سؤال وبمعنى هل يلا نزلها في اول جمله وبحرف كابيتال اللي خدته طيب اعمل فيه ايه؟ اشطب عليه اللي خدته اشطب عليه وانزل اللي ما خدتوش يلا نزل اللي ما خدناهوش من اول الجمله هي فور بلاي وفور بول طيب هنا عشان انا عملت سؤال يبقى اخر سؤال ايه؟ ويتش مارك علامه الاستف هان طب نقرا السؤال كده كان هي بلاي فوتبول قلنا كان في السؤال معناه هل هو يستطيع ان يلعب على كرة القدم؟ يبقى احنا كده عملنا سؤال طب نيجي على الجملة اللي بعديها No I can't see a road يعني انا لا استطيع ان ارى الطريق طب بيقول لي ايه؟ كيو يو اس تي كويتشن سؤال هشطب على ايه؟ هشطب على النو والكوما ما ننساش النط النط والنط وندور على الفعل المساعد واحد من الستة اللي احنا خدناه الـ am is are have والهاز ومعاهم الكان كويتش انت كمان تدخل تدور على الفعل المساعد لقيت الكان تعمل عليها طبق وسن الكان هتاكل جوه الطبق تاكل وتكبر وتنزل في اول الجمله وبحرف كت عشان يبقى سؤال وبمعنى هل يبقى كان طيب هننزل من اول الجمله يلا نزل اي يبقى تنزل اي صح؟ غلط انت اي الاي في الاجابه تبقى يو في السؤال اي في الاجابه يو في السؤال يبقى اليو تبقى اي والاي بتبقى يو يعملوا بدل مع بعض اليو بتبقى اي والاي بتبقى يو ينفع اقول لك انا ما استطيعش ان ارى الطريق تقول لي هل انا استطيع ان ارى الطريق؟ لا هل انت يبقى كان يو سي ا روبيت يبقى هل تستطيع ان ترى الصاروخ؟ واخر سؤال كويتشر مر يبقى اي كان يو سي ا روبيت هل تستطيع ان ترى الطريق؟ احنا كده عملنا سؤال طب نشوف على النو بره نشوف على النو جوه ندور على الفعل المساعد نطلعه بحرف كابيتال وننزل باقي الجمله يو في السؤال تنزل اي في الاجابه وانت يو في السؤال تنزل اي في الاجابه طب نرى السؤال دو اشهر مع بعض كده دو اشهر اسئله مختلفه بنجاوب عليها لازم اشوف بين قوسين عاوز مني ايه اي كان سي افان وبين قوسين عاوز نيجاتيف طيب النيجاتيف ايه شحاته اتفقنا عاوزه شرطه تحت الام والاذ والار والهب والهز ومعاهم الكان طب نحط فوق الشرطه ايه؟ نط ونزل الجمله من اولها زي ما هي وما ننساش النط تنط بعد الام والاذ والار والهب والهز ومعاهم الكان هنزل الكان اهي ونحط النط هنزل الان وانش الثاني ما الان موجوده يبقى نحط ابوستروف تي سي افن طب نقرا كده I can't see a van I can't see a van يعني أنا لا أستطيع أن أرى الفان، إيه الفان ديت؟ شاحنة صغيرة. Can you play a guitar؟ وفي الآخر أنسر بين قوسين، إحنا اتفقنا لقينا الأم كبيرة، الإس كبيرة، الأر كبيرة في أول الجملة وبحرف كابيتال ومعاهم الهاب والهاز ومعاهم الكان. يبقى سؤال بمعنى هل؟ نشد شرطة ونطلع إيه؟ شجرة يس وشجرة نو. ونقرا السؤال هل أنت تستطيع أن تعزف على الجيتار؟ Play a guitar يعزف على الجيتار. انا بستطيع فعلا ان انا اعزف على الجيتار يبقى هنقول يس يس واي اي اس وان كوما بالمقص يلا نعد مع بعض واحد اول واحده اول واحده تاني واحده تاني واحده نبدا من ايه؟ ثانيه هتبقى الاولى والاولى هتبقى الثانيه يلا انت اليوم في السؤال بتنزل ايه؟ اي في الاجابه والكان الاولى هتبقى الثانيه في نو؟ لا ما نزل كان زي ما هي وننزل ايه اللي ما خدتوش؟ مين اللي ما خدتوش؟ يلا مع بعض بلاي و A والجيتار وفي الآخر نقطة عشان نجي جملة يبقى Yes I can play a guitar نقرا السؤال اللي بعده Yes I can see a flower وفايز كويتشن كويتشن سؤال سهل كويتشن قوية تدخل تشطب على Yes والكومة والنقطة وندور على فعل مساعد من الستة الأم والإذ والأر والهب والهز ومعاهم الكان لقينا الكان نعمل عليها طبق وسن هتاكل جوه الطبق تاكل وتجري وتنزل في أول جملة وحرف كاب يبقى كان والآي هتنزل إيه؟ الآي في الإجابة يو في السؤال كان يو سي A فلاور هل أنت تستطيع أن ترى الوردة؟
قطع طارة، مسمار وقلوب عليها بيسو نو. طيب what can you see ماذا تستطع طارة؟ هنجاوب عليها بيسو نو؟ لا طبعا. ليه؟ لان بط ديت اول ما بشوفها بشطب عليها. تاني البط اللي بتوقوق بترجع لي دماغي بشطب عليها واعمل ايه؟ اعمل مقص. تاني بشطب على البط اللي بتوقوق واعمل مقص بينها واللي بعديها. يلا واحد اتنين اليو هتنزل اي كي كلمه اللي ما نزلتهاش سي. واشد شرطك اداه النكره. الصوره ديت رينبو ار اي وفي ان اي ان وبويا بو بي او دبليو. اي كان سي نقط رينبو. الاي ديت الار في وش العروسه لا تاخد قطه يبقى ايه بس. اي كان سي ارينبو. اي كان سي ارينبو. يبقى what can you see I can see. وشد شرط الأداة النكرة واكتب اسم الصورة. هومورك بتعمل معقد وقشوم خمس أسئلة نقراهم مع بعض. ايه صيانة بيوبل وعروس قصر. السؤال التاني can you see a flower وعندي صورة أبل. what can you see وعندي صورة بس. what can you see a car وعندي صورة عربية. she can see a dog وعندي نيجاتيف. ده حل حل خمس جمل دولت. المره الجايه ان شاء الله نحلهم مع بعض. الواجب بتاع المره اللي فاتت كان انسر وكان عندي اربع اسئله نحلهم مع بعض عشان نشوف انتوا حلتوها صح ولا غلط. What can you see? What can you see? ماذا تستطيع ترى؟ What can you see? ماذا تستطيع ترى؟ اجاوب بيس ونو نو. عندي وات اللي بتوقع بشطب عليها واعمل مقص. واحد اثنين اللي هو تنزل ايه؟ اي. انت يو في السؤال تنزل اي في الاجابه ونزل الاولى الثانيه كان. واشد شرط الاداه انك واكتب اسم السور. كتاب بوك. كتاب بوك. بي طابق اوكي. اي كان اي كان سي. واشد شرط الاداه انك واكتب اسم السور. كتاب بوك. بي طابق اوكي. البي في وش العروسه؟ لا هتاخد ايه؟ طيبه ايه وبس. اي كان سي اي بوك. اي كان سي استطيع ارى. انا استطيع ارى كتاب. وات كان شي سي ماذا تستطيع هي ان ترى؟ وعندي صوره ابل. هجاوب بيس ونو؟ لا اوعى تتلخبط. اول ما الاقي وقت بتوقف بشطب عليها اقول لها مش عايزه هش. واحد اثنين ثانيه هتبقى الاولى. ادي شي الكان الاولى هتبقى الثانيه. وانزل سي ما انتهاش يبقى شي كان سي. واشد شرط الاداه انك واكتب اسم الصوره. تفاحه ابو. ايه طب البي ال اي الايه في وش العروسه؟ اه هتاخد ال القويه ايه ال. يبقى شي كان سي ان ابو. شي كان سي ان ابو. وات كان زي سي ماذا هم يستطيعون ان يروا؟ هي وات يعني ايه؟ ما او ماذا بشرب عليها اللي بتوقع واعمل مقص. واحد اتنين. طيب انزل الثانيه نقول زي تي كان تلجد اول حرف في الجمله كده زي كان. وانزل سي واشد شرط الاداه انك واكتب اسم. وات كان زي سي هنشطب على وات اللي بتوقع مش عاوزين واعمل مقص. واحد اتنين الثانيه هتبقى الاولى. وانزل كان وانزل سي ما انساهاش من اخر كلمه. عشان تشرط الأداة النكرة ما نشوف كده. flowers جمع صح؟ F L O W E R ونحط لها S الجمع. ينفع مع الجمع ياخد A أو F؟ لا الجمع قوية ما تحبش الأ والA. يبقى زي K C flowers من غير الA ولا الA عشان الجمع قوية مش عاوزة الA ولا A. السؤال اللي بعديه what can he see؟ what can he see؟ ماذا هو يستطيع أن يرى؟ جاوب يس ونو؟ لا عندنا وات اللي بتوقف ومشطوب عليها وعامل مقص. واحد اثنين الثانية هتبقى الأولى. الاتش كابتن هي كان. وانزل سي ما انساهاش. واشد شرط الأداة النكرة. عجلة بايسكل. بي اي سي وايس ال اي بايسكل. البي في وش العروسة؟ لا هتاخد قطة يبقى ايه وبس. في آخر نقطة اي كان سي ا بايسكل. اي كان سي ا بايسكل. طب أنا شايفة اي كان سي ا بايسكل. يبقى هي كان سي ا بايسكل. لما جينا حلينا السؤال هي كان سي ا بايسكل هو يستطيع يرى عجله.